السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم كما شفتوا راح يكون على التليفون اللي وين راح يخرج لي. التليفون هذا ما راه يخرج بزاف هاد الايام، اللي هو يبان بزاف شغل وين راح تلقاه، اللي هو الاوبو A93 ولا اوبو 93 ولا اوبو I93، اللي هو تاع تليفون جديد خرج من اوبو، اللي نورمالمون تحديث تاع الاوبو A92. مامو خرج التحديث تاع مامو 92، شغل طوروا فيه. والتليفون هذا اللي انا صراحه عجبني بزاف في البري تاعو، بالنسبه كاين مواصفات ما عجبونيش فيه بصح بالنسبه للبري تاعو عجبني شويه في بعض العفايس. البري تاعو عجبني وماهوش غالي بزاف كيما بعض التليفونات، ودوك نقول لكم السبب علاه. وقبل ما نشوفوا البري تاع التليفون هذا واش حويدي ونهضروا عليه كامل، ما تنساوش تشتركوا في قناتي ماكش تشتركين، ديروا جيم فيديو بارطاجو مع صحابكم اذا حبيتو. الانستغرام تاعي تقفلوا صح بدي لي ابوني. وين نبداوهم تصاور التليفون هذا؟ اول حاجه اللي يشوف التليفون هذا راح شغل تجذبك لي زعما العفسه كامل لي تجذب النظر، باش كيف يقولوا لي الكاميرا تاعو عامليك كبروز تاعهم شغل باين، وشغل ايفون 12 اللي كان راح يخرج وما خرج. الناس كامل كانوا راح يتوقعوا يخرج بكاميرات هكذا، ما يخرج لكم A93 بكاميرات هكذا. هاوليك الاوبو هذا، وبالنسبه لشكل الكاميرا تاعو جايبينو يشبه الكاميرا تاع ابل. هاوليك اول حاجه اللي احتاج شغل تعجب الناس كامل الشكل تاعو تاع الكاميرات، مام الخط هذا شغل العفسه عجبني بزاف انا في الشكل تاعو، سورتو الكاميرا تاعو فيهم بروز بزاف شباب. هاوليك والفلاش تاعو شوف كيفاش جاي شغل جاي خط طويل، تليفون بزاف مليح في الشكل تاعو شباب. وهذه شغل العفسه كامل اللي يحتاج تبك ليه كي تشوف الشكل تاعو من الاول. بالنسبه للسعر تاعو راح يبدا هاوليك 5 ملايين و490. وثاني كاميرا سيلفي فيه زوج نورمالمون، واحده الترا وايد واحده عاديه، هذه ثاني عفسه مليحه بالنسبه للتليفون فهاد البري. هاوليك يدير 5 ملايين و490 نسخه 8 رام و 128 جيجا. وبالنسبه للتليفون هذا علاه تبع رخيص ولا خليص دي شويه نقول لكم. هاوليك هذا نفسه 122 جيجا و 8 رام ب 5 ملايين و490. وروماركيت انه اغلب المحلات اللي يبيعوا دايرين مع زعما كادو باور بانك ولا كيتمان ولا عفسه هكذا. بالنسبه لشرف الكاميرا تاعو 48 ميجا بيكسل و 18 واط، بالنسبه للشارج شحال يدعم شحال سريع، وفيه 4000 ملي امبير. ثاني عفسه ما عجبتني شويه بصح بالنسبه للبروسيسور تاعو تشد لك عادي ما ياكلش بزاف. ثاني عفسه عجبتني 8 رام، كاميرات ملاح، بروسيسور اللي فيه بروسيسور هايل. ثاني هاوليك هذا يبيع فيه 5 ملايين و490 نسخه 28 جيجا و 8 رام. وبالنسبه للتليفون انا شغل اول مره كشتو حرت كفاوي تبع بعض البري هاد الايام، وكي جيت خاطش تبع ما بري شويه رخيص على اللي منافسين لي في الفئه تاعو، لخاطر انا شغل كان نورمالمون يتباع هكذاك وفي مواصفات ناقصين كيما 18 واط و 8 واسمو ماشي رام و 48 ميجا بيكسل و 4000 ملي امبير، هادو فايس ناقصين فين لي نورمالمون ينقصوا له البري. بصح هكذاك وهذاك راح يتباع غالي على هذا البري، بصح كي يتباع بهذا البري انه نورمالمون تليفون مركب محليا على حسب ما شفت في العلب تاع التليفون هذا، مخدوم مركبينه في الجزائر سما على بيه ماشي ما جاش غالي بزاف سينو كان يفوت 6 ملايين هذوك. على خاطر انا مادام واسمو رينو 3 تبع ببري غالي بزاف، هذا كان راح قلت في بالي راح يفوت بزاف، خاطر هذا بالنسبه هو رينو 3 في كاميرات كثر في هذا في البيكسل، بصح يدورو شغل تقريبا في نفس البري، هذاك تبع غالي ب 6 ملايين وشويه، هذا تبع بهذا البري. اسمع هكذا هذا بلا اكثر الهضره على بيك كثرت، هذا نورمالمون يتباع انا في هاد الايام بالنسبه بان لي انه يتباع ببري كثر من هكذا، وكي مخدوم مركب محليا تبع ببري شويه صغير شويه ناقص هكذاك، ونورمالمون يتباع اقل واحد 5 ملايين هكاك يزنو ينقصو هذيك 400000 يولي مليح. هاوليك هذا 128 جيجا و 8 رام 5 ملايين و490، وهذا يبيع فيه 5 ملايين و400 نسخة ثاني نفسها 8 رام 128 جيجا. هاد النسخة كاملة هي الدور ركبوا واقيلا غير هادية، ما داروش نسخة واحدة أخرى.
وثاني توفر بزاف التليفون شغل تم توفر من بداو يديروا اعلانات تاعو غير كيما وليت نشوف الاعلانات تاعو ولاو يبانوا في معمره يهضروا عليها التليفون تم توفر ثاني هذيك مركب محليا على بيها توفر تم او ليك ا 93 8 8 رام و 20 جيجا ب 5 ملايين و 490 او ليك نفس البري او يدور فيه. وقلت لكم اغلبهم هم دايرين معاه شغل زعما يزيدك على السماعه هكذا. او ليك الثاني 5 ملايين و 490 او اللون هذا الثاني مليح الزرق لي منه والكري. والبري الاخر اللي جبت لكم 5 ملايين هذا اغلى بري هم اللي لقيته 5 ملايين 850 8 رام 128 جيجا مساحه تاع التليفون هذا. وثاني بالنسبه للتليفون ليستو اذا شغل مليح ولا ماشي مليح تليفون هايل بالنسبه للمنافسين اللي كاينين معاه. بصح ماشي شغل صح نقول لكم شكون اللي زعما يسقسوني على منافسين تقريبا قراب ليه. انا بالنسبه لي منافسين تقريبا قراب ليه فهاد البري راهو النوت 9 برو فيه بالنسبه للشحن تاعو يجري اكثر من هذا وبروسيسور تقريبا تاع الاخر خير بشويه ولا تقريبا كيف كيف سماك عنده شويه منافسين فيه. وهذا بلاستيك ماشي زجاج كيما النوت 9 برو ثاني هذه عفسه تدخل. واذا تحبوا مقارنه بين تليفونات قولوا لي خاطرش رمارك اغلبكم يحوس على البريم ما يهمهمش كامل المقارنات وعفيس حد اخرين. وهذا مقعد فيديو اليوم فيديو هذا كثر فيه بزاف الهضره ان شاء الله يعجبكم فيديو فتكم به كما قلت لكم اشتركوا في القناه مرك اشتركين ديروا جيم فيديو بارطاجوا مع صحابكم اذا حبيتوا الانستغرام تاعي تقفلوا وحدي لي ابوني ونتلاقوا فيديو جاي ان شاء الله والسلام عليكم. الفيديو مازال ما خلص ينزل لكم التصاور فيديو اليوم حبيت نزيد نطولو شويه ماشي كيما الفيديوهات الاخرين هاولي كشتو بدا فيديو طويل قلنا نكملو خليه طويل هاولي ها التصاور هادو اللي حبيت نشوفهم خليتهم لكم انا من الاخر نزيد نكبروهم نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.